هل كان الشيطان يفر من عمر كما في الحديث فهل كان له قرين؟ لماذا هذا التنطع يا حمد بن فرهود؟ النبي قال لعمر رضي الله عنه الشيطان ينفر منك يا ابن الخطاب، هل شيطان معين هو الذي ينفر منه أو أن القرين ينفر؟ فعندنا في الحديث حديث الرسول ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا أنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعنني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير.